وانت بتتكلم على مباراه مهمه جدا حتى على على مستوى التاريخ وعلى مستوى التاريخ في القاره الافريقيه وفي البطوله الافريقيه للتشامبيونز ليج الافريقي. ان عندك مباراه اول مره تقام بهذا من مباراه واحده بتقام على ارض مصر فريقين من مصر. كنت اتكلمت امبارح مع ضيوفنا على كمان بره الناحيه الفنيه والاهلي والزمالك والمباراه ازاي احنا كمان نستفيد، مصر تستفيد من هذا اليوم التاريخي على مستوى هذه المباراه، ان اول مره في تاريخ افريقيا كل الارقام ديت ان اول مباراه ومباراه من يعني الدور النهائي من مباراه واحده الاهلي والزمالك من بلد واحده بتقام في مصر، فازاي نستفيد من الجزئيه دي يا استاذ محمود؟ لا هو طبعا حدث مهم جدا بالنسبه لك بالنسبه لافريقيا طبعا، بس انت بس مع الظروف اللي انت شايفها دي ودي الوقت المباراه برضه بدون جمهور والكلام ده برضه كل الكلام ده بيحط، لكن هو انت تستطيع انك انت تسوق الحدث على المستوى ده اللي بتكلم قبل حتى المباراه مش لازم يوم المباراه بس طبعا هو يعني الحدث يمتلكه كله هو الاتحاد الافريقي هو المسؤول عنه، لكن انت كاتحاد كوره تقدر تقدم انك انت كورتك اهي الكوره المصريه عايده للصداره من خلال اقوى نادين وصلوا لنهائي افريقيا، تقدم بقى نجومك وتقدم شكل مختلف وتقدم ماده كمان ازاي تبقى موجوده على وسائل الاعلام، ولازم الناس تنتبه انه بدءا مثلا من النهارده من بكره يا جماعه لابد يكون في تناول مختلف للمباراتين، لانه الامر عايز اقول مصر فازت بالبطوله، الاهلي والزمالك فريقين بيمثلوا الكره المصريه تكوينهم من المنتخبات الوطنيه منهم اغلبهم في كل الالعاب. انت هنا في اللحظه دي كل اعلامي يظهر يتصدر الشاشه يطل على الجمهور لابد ان يراعي في كلامه كثير من الامور الواضحه، اي مسؤول يخرج منه تصريح لابد برضه يراعي الامر ده، لانه المساله عاوز مش من يعني مش عاوز اقول لك يكبر الموضوع يقول لك البلد لا البلد ما حدش يقدر ينال منها ولا هتنال منها مباراه كره قدم، واعتقد في ناس واعيه وفاهمه وعارفه ازاي الحدث، وان شاء الله لعيبه الاهلي والزمالك هيكونوا على قدر الحدث، ولازم يتم مراقبه المباراه بشده كبيره جدا، واللاعب اللي يخرج عن النص لابد يكون في عقاب قوي سواء من الاتحاد الافريقي او حتى لو كان من جانب الناديين، لانه اذا لم يتم ردع الخروج سنظل نعيش في هذه الدائره السيئه ان احنا خلاص يعني مساله التعصب لنادي بعينه والدفاع عن لاعب او نجم وحتى لو ارتكب الخطا ده في غايه الخطوره امر غير مبرر ليه وغير مقبول. يا جماعه الدنيا بتتطور وتروح تلعب كوره، يعني لازم الفرقتين هم عارفين انه هيلعبوا مباراه في كره القدم الناس كلها هتبص عليهم، عندهم فرص كبيره جدا ممكن يعني مش عاوز اقول مساله الاحتراف، يعني مساله موضوع الاحتراف وملف الاحتراف ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا محتاجه نقاش وطرح اكتر من كده، لكن عاوز اقول ايه انك يعني تخرج نهائي افريقيا بشكل الاخلاق اولا والرياضه ثانيا والاداء الفني الراقي والعلاقه بين اللعيبه، واعتقد انه عند الكابتن حسام البدري فرصه كبيره جدا في معسكر المنتخب انه يعني يقرب بين لعيبه الفرقتين، ولازم يبقى في محاولات وضغط وده نجح فيه وده درس لكل الناس المتعصبين رحمه الله عليه الكابتن محمود الجهري لما تولى قياده المنتخب في اصعب فتراته في بدايه 88 وتصفيات كاس العالم، وانت يعني كنت احد النجوم شفت عمل ايه الشكل اللي عمله الوطنيه والشغل وكسر الحاجز اللي اوجده البعض واللي حاول يصنعه البعض. يا جماعه ما ينفعش مهما يكن في الاخر الاهلي والزمالك ابناء وطن واحد، دي مباراة كرة قدم، دي منافسة، ولازم نحط المنافسة في دورها، انتهت ينتهي خلاص كل حاجة تعود لأمور طبيعية، وده كل الكلام ده موجود في كل العالم، لكن احنا هنقف في المسألة المباراة والترتيب ليها وإذاعتها وإخراجها هي استثمار كبير ورسالة إن احنا عندنا كرة قدم، احنا عندنا لعيبة، عندنا مستوى ممكن نروح في مكان أكتر من كده، اتحاد الكرة مطالب إنه يستفيد، الاتحاد الأفريقي محتاج كمان يقدم نفسه ان انا نجحت وعملت ونظمت بطوله رغم الظروف الصعبه دي، الاهلي والزمالك محتاجين يعملوا كوره ويقدموا مباراه اكثر من رائعه ويقولوا ان احنا الافضل في افريقيا، كل الكلام ده بيحتاج التزام، محتاج انه التركيز كل واحد يركز في عمله وكل فريق وكل مشجع وكل اعلامي يراعي ضميره في كتابه اي كلمه تتناول هذا المهرجان الكبير اللي هيتم يوم 27 صح.